يس انا جهزت نفسي بس حتى ما اعرف ايش راح اسوي اصلا اليوم كل الضاجه. يا بنتي رانيا انت اليوم لازم تروحي للمدرسه حتى تسجلين. يا صاحبه بذكرتني انا اليوم لازم اروح المدرسه حتى اسجل اسمي. لا عاد يلا اوكي هسه راح استعجل وبعدها معقول هسه كل الطلاب راحوا وانا اكون متاخره لازم اركض على السريع حتى اوصل مدرستي. بس ايش قاعد اشوف؟ هاي هاي رانيا. هلا وجيجي صباح الخير. اهلا صباح النور. هاي رانيا شوفي شنو رايك بالجنطه مالتي وهذا الحذاء الديرتي اللي انا صنعته. الحذاء الديرتي اللي انت صنعته بس جي شكله كلش يضحك. هاي بصراحه هاي رانيا انا ضجت انا ما اريد ابقى بدون حذاء لان بصراحه انا ما اظل اقدر امشي شي بدون بس انا قررت اصنع من الديرت حتى هاي الجنطه لقيتها في واحد غني شامرها بسله النفايات انا اخذتها. بس هي جيجي حلوه اصلا هاي جنطه اسطوريه حتى رح تكفي تخلي بيها كل الكتب. اي طبعا بس رانيا هسه لازم نستعجل مدرسه انا اليوم قررت اني يسجلوني بالمدرسه. طبعا طبعا جيجي انا يوم متحمسه لهذا الشيء انا يوم راح اسجل اسمي لين بابا قال لي بنتي انت ما صرت تبقين بالبيت لازم تروحين وتسجلين اسمك بالمدرسه. بس شنو؟ والله المدرسة مقرفة ليش شبيه خط عنكبوت؟ هي رانيا بصراحة هي المدرسة الوحيدة الموجودة بالقرية احنا لازم نسجلنا حتى نبدي ندرس. شنو؟ بس هالشكله كلش مقرف شو راح اقدر دائما اجي من الصبح وشوف هذا المكان المفروض يكون مكان حلو. بس يلا اوكي خلي اشوف من هنا موجود المدير. اوكي اوكي اسأله مرحبا يا مدير. هاي اهلا يا اولاد انتوا جيتوا تسجلون اسماءكم مو صحيح؟ اي طبعا يا مدير احنا اجينا نسجل اسمانا بس هالمدرسه شكلها كلش مقرف ما اعرف ليش هيك المفروض اكو شخص يعتني بيها يدفع دايموند حتى تكون مدرسه حلوه. هي بصراحه ماكو اي شخص يعتني بهاي المدرسه حتى انتوا راح تضطرون تجلسون على الارض لين ماكو رحلات هنا. شنو ماكو مقعد هنا؟ لا ايش راح نسوي؟ هي بصراحه انا اضوج اجلس على الارض انا اريد مقاعد حتى اقعد عليه. هي اسمعوني هاي المدرسه فقيره حتى ما عندنا دايموند نقدر نغير هاي المدرسه. ها بس هي اذا اجى شخص مثلا غني وراد يسوي هالمدرسه حلوه يصير هذا الشيء؟ اكيد اكيد اذا اكو شخص غني يريد يجدد هاي المدرسه اكيد راح نوافق. بس ليش ما حد من الاغنياء فكر بهذا الشيء؟ بس انا اعرف ان الاغنياء دائما يسافرون ويروحون مكانات بعيده لهناك المدارس تكون مختلفه كلها من الدايموند والجولد. بس هذه قريتنا بها مدرسة ما ديرت وشكلها كلش مقرف. هاي رانيا بصراحة أنا ضجت هسا أنا إيش راح أسوي؟ يقولي لازم تجلس على الأرض أنا ما أريد أجلس على الأرض. هاي جيجي أنا يم عجبني هذا الشيء بس راح نسوي؟ اتمنيت لو أنا بهاي اللحظة هسا أنا غنية وعندي دايموند كان هسا أنا كل هالمدرسة غيرتها وصارت كلش حلوة حتى راح أجيب مقاعد وأجيب كل شغلات تحتاجها. بس هسا أنا إيش راح أسوي؟ أنا حتى ما أعرف إيش راح أفكر. يس وصلت البيت لازم اخبر بابا بكل شيء. هي اسمعني بابا هسه رحت المدرسه بس المدرسه شكلها كلش مقرف حتى بيه خط عنكبوت اصلا حتى ما بيها مقاعد. بس بابا انا اصلا ما عجبتني. هي اسمعي يا بنتي هاي المدرسه الوحيده بالقريه احنا مجبورين ان انت تسجلين بيها حتى تدرسين. هي بابا تمنيت لو انا غنيه بهاي اللحظه واقدر اعطي دايموند حتى اعمرها وتكون كلش حلوه. بس يا بنتي رانيا هسه انا تذكرت شي انتي تريدي اذا تريدين تعمرين هاي المدرسه تقدرين تروحين للبنك تاخذي منهم فلوس وتعمرين هاي المدرسه. شنو بابا يعني راح يعطوني مجانا بدون ما يطلبون مني اي شي؟ يا بنتي هاي من تكبرين انتي لازم ترجعي لهم الفلوس اللي اخذتيها منهم. شنو والله هذه فكره عبقريه. هي بابا انت شلون فكرت بهذا الشيء؟ يا بنتي انا صديقي يحتاج اني اكمل بيته اخذ قرض من هذا البنك بعدين كمل البيت. شنو هذا الشيء كلش حلو. اوكي بابا اكيد انا راح اتخرج من المدرسه مالتي راح اقدر اشتغل وراح ارجع لهم الدايموند. لا عاد يلا اوكي احسن شيء نروح البنك واطلب منهم دايموند اقول لهم هاي ارجوكم لازم تساعدوني حتى اعمر المدرسه واجيب معهم بها مقاعد كلش هوايه. انا متاكده حتى شق الطلاب راح يجون لان اغلب الطلاب ما يحبون هالمدرسه يقول شكلها مقرف. لا عاد يلا خل استعجل. يس انا تقربت هو هذا البنك. مرحبا عمو. هي اهلا تفضلي انت ليش جاي هنا؟ انا ردت اقرض قرض من البنك. اوكي ادخلي جوا واحكي هذا الموظف. اوكي اوكي بس حيل انه ايش قد عندهم فلوس كلش هواي حيل حتى عندهم دايموند. مرحبا يا موظف.
اهلا اهلا، نعم انت جاي تريدين فلوس او شنو؟ هي اسمعني، انا جيت اقترض. ها منو جي؟ جيجي. هي رانيا، والله شفتك جيتينا، معقول انت راح تاخذين فلوس؟ طبعا جيجي، انا سمعت انه عندهم اقتراض ولهذا جيت اقترض من البنك. هي رانيا، واو ايش قد عندهم هنا فلوس. بس هي رانيا، احنا ليش ما ينطونا اذا هم اصلا عندهم هواي؟ هي جيجي ايش قاعد تسوي؟ تعال تعال، والله احتمال بسبك راح يطردوني. اوقف هنا ولا تتحرك. اوكي اوكي. هي اسمعني يا موظف، انا حبيت اسالك، يصير انتو يعني تطوني دايموند او تطوني فلوس واني بعدين من اكبر ارجع لكم اياها؟ بس شنو السبب؟ ليش تريدين هاي الفلوس؟ هي اسمعني، انا مدرستي كلش قديمه وما بيها حتى مقاعد، بس اذا انتو ساعدتوني انا راح اقدر اعمرها وراح اقدر ارتب المدرسه مالتي وراح تكون حلوه. بس يا بنت، أنا ردت أسألك أنت تشتغلين أو شنو؟ إيه أنا ما أشتغل، أنا راح أصير طالبة. شنو طالبة وجيتي تأخذين منا فلوس؟ هذا الشيء مستحيل، لازم تشتغلين حتى تسددين، ولهذا مستحيل أنطيك فلوس. يلا أخرجي. شنو يعني ما راح تساعدوني؟ هي أنت ليش مساعدوها؟ هي قلت لكم أريد فلوس حتى دعمر المدرسة. إيه طبعا، ومن راح أكبر أكيد راح أشتغل وبعد أرجع لكم الفلوس. هي ممنوع هذا الشيء، لازم تشتغلين. يلا تجين تأخذين قرض. يلا اخرجي من المكان. جيجي والله ظل طردوني. رانيا والله مستحيل، انا كنت متوقع انه هذا الشخص شرير ما راح يساعد. بس هي يقول انه لازم اشتغل، بس انا حتى ما اشتغل لان اصلا بعدني صغيره وانا هسه جاي اسجل مدرسه. بس راح اسوي؟ اي بصراحه اني دخلت، انا ما اعرف ايش راح نسوي. انا حتى شفت المدرسه مقرفه، انا ما اقدر ادرس بهاي المدرسه. بس هي والله جت ببالي فكره، شنو رايك اذا انا رحت على غنياء وطلبت منهم ان يساعدوني؟ احتمال اكو شخص غني راح ينقر علي واكيد راح يساعدني. هيروني تتوقعين الاغنياء راح يساعدوك؟ هم اصلا ما كان عافوا بيوتنا من الديرت وما ساعدونا، ما اعتقد راح يساعدوك. انا راح اشوفهم محاول، بلكي راح اشوف شخص غني راح ينقر علي ويقول لي هي بنت رانيا انت تهتمي، انا راح انطيش دايموند. قاعد يلا اوكي، هسه اجى الوقت انه نروح على السريع وشوف هنا اكو شخص غني بالقريه. بس منو على منو راح اروح؟ اوكي هذا هنا اكو غني وهنا اكو غني، اوكي راح اروح لهذا بيت الدايموند، احتمال هو راح يساعدني. يلا خل اركض. يس انت قربت، يلا خل دق الباب. هي افتحوا الباب، افتحوا الباب. اي نعم انا اجيت. اوكي اهلا يا بنت، نعم تفضلي. مرحبا عمو. اهلا اهلا، انت اللي جاي ناش تريدين؟ هي اسمعني عمو، عرفت انت كل جاني وبيتك كله من الدايموند، واني بعدني بنت اردد اهم بالمدرسه، بس من شفت مدرستي اليوم انا كلش حزنت، لان مدرستي حتى مقاعد ما بيها، فلهذا اجيت اسالك انت عمو تقدر تساعدني حتى عمر مدرستي؟ اساعدك بس بصراحه يا بنت، هذا حتى تغير المدرسه يحتاج هواية دايموند، بس انا اعرف من اللي يقدر يساعدك. شنو من اللي يقدر يساعدني؟ هي عمو بس انت غني اكيد راح تساعدني. هي اسمعي يا بنت، انا حاليا ما عندي هواية دايموند، بس اذا تريدين قاعد تشوفي ذاك البيت، البيت الخشبي صاير بنهايه المنطقه. قصدك هذا البيت؟ نعم، معقول يكون هذا اغنى منك؟ هي اسمعي يا بنت، هذا البيت ساكنه بيه مرأة هاي مدرسة، هاي إذا رحتي وطلبتي منها احتمال راح تساعدك، لأن هي قبل كانت تساعد الطلاب. هي أنت متأكد من هذا الشيء؟ إي طبعا طبعا. والله هذا الشيء كلش حلو، احتمال حتى راح أطلب منها إنه تدرسني، هذا الشيء أسطوري. هي عمان كلش أشكرك، لعد راح أطلب منها على السريع، بلكي راح تساعدني، ومتأكد بما إنه هي مدرسة، أكيد هي تحب المدرسة. وإذا قد راح عمر المدرسة وتكون حلوة أكيد راح توافق. يلا خل أستعجل. يس أنا قربت لهذا البيت، بس واو قاعد أشوف هذا البيت كله كبير. مبين صدق هاي المدرسة غنية. أوكي إجا الوقت ندق الباب. هاي افتحوا الباب، افتحوا الباب. بس معقولة تكون المدرسة خارج البيت؟ نعم تفضلوا افتحوا الباب. أوكي أوكي بس راح افتح الباب. هي مرحبا، انا اجيت لي محتاجة منك مساعدة. هي يا بنت تعالي تفضلي، بس تتقربين اكثر. اوكي اوكي هسه انا اجيت. مرحبا انت المدرسة مو صحيح؟ هي طبعا بنتي انا المدرسة، بس هي ما انصحش تتقربين، ابقى بعيدة عن هذا المكان. سمعتيني؟ اوكي اوكي اكيد راح ابقى بعيدة، بس شو السبب انت حتى ما قاعد تندارين؟ اريد اشوف شكلك. هي قاعدة اقول لك انه تقربين علي حتى ما بسمحوش اني اشوفين شكلي. اوكي اوكي بس هي ليش ضاجت؟ انا ما سويت اي شيء. هي اسمعني يا مدرسه، انا عرفت انت غنيه ولهذا حبيت اطلب منك مساعده. انا خبروني ان انت تقدرين تساعدين، ليش انت قبل تساعدين اولاد كلش هواي؟ اي طبعا طبعا انا ساعد اولاد هواي،
بس انت شو تحتاجين؟ هي اسمعني يا مدرسة، أنا مدرستي كلش قديمة، فحبيت إنه أخذ دايموند حتى أجددها وتكون مدرسة حلوة. أوكي هذا الشيء كلش سهل. أكيد راح أساعدك، بس هي اسمعيني، أكو شروط. أوكي بس شنو هاي الشروط يا مدرسة؟ هي لا تتقربين، أبقي مسافة بعيدة. أوكي والله هذا الشيء كلش غريب، حتى ما قاعد تندار علي، ما أعرف شنو اللي صاير. هي يا بنتي اسمعيني، أصلا الشروط بسيطة، إنه تكونين لازم شاطرة تدرسي كل دروسك. متأكدة إنه هذا الشيء أنت تقدرين تسوي؟ هي طبعا أصلا هذا الشيء كله سهل. هي اسمعيني يا بنت، إذا محتاجة دايموند قاعد شوفين ذاك الصندوق البعيد. الصندوق البعيد؟ أوكي قاعد أشوف ذاك الصندوق. إذا تريدين ذاك بدايموند كل شوية تقدرين تاخذي. يلا روحي. أوكي هسي وافقت ناخذ هذا الصندوق وقالت لي بدايموند، يلا خل أستعجل. يس أنت قربت. حيل والله هذا بدايموند هواية، أكيد هذا راح يفيدني. هي اسمعني يا مدرسة، هي ليش شي حتى بتريدني أشوف شكلها. أوكي هسا أخذ هذا الدايموند. هي اسمعني يا بنت، قاعد أشوف هذا الكتاب، هذا بالشروط اللي أنا أريدها منك، وحتى موجودة صورتي داخل هذا الكتاب، بس أني أنصحك لشوفين صورتي، لأن أني مرة كبيرة ما أريد أحد يشوف شكلي. أوكي بس ماكو مشكلة، بس أهم شي إن أنت وافقتي وطيتيني هذا الدايموند. أوكي بس هذا شنو دفتر الشروط؟ أنا مفتهمت شنو هاي الشروط؟ يا بنتي أصلا ما حاجة تقرين هاي الشروط، هاي الشروط سهلة، يعني لازم تكونين شاطرة نفس ما خبرتك. هي هسي يلا اخرجي، هسا طيتش دايموند، يلا ابتعدي عن البيت. أوكي بس والله المدرسة غريبة، بس أهم شي إنه ساعدتني وانطتني هذا الدايموند. هسا لازم أروح واشتري كل الأغراض اللي أحتاجها حتى بعدها أرمم المدرسة مالتي. يس أنا اشتريت الأغراض اللي أحتاجها حتى أجدد المدرسة مالتي، وبقى عندي دايموند، بس الباقي الدايموند ضميته بالبيت، مو بس هذه حتى كتاب الشروط هم ضميته بالبيت، بس أصلا ما حاجة أقرأ لأن هي قلت لي هالشروط كلش سهلة وبسيطة. بس شنو؟ هذا مو جيجي؟ ايش قاعد يسوي هنا؟ هي جيجي ايش قاعد تسوي هنا؟ هي رانيا انا بصراحه ما عندي اي دايموند بالبيت، قررت اني اقعد هنا، كنت بكي فوت واحد غني ويساعدني. هي جيجي والله انت ما ايش قاعد تسوي؟ هي جيجي يلا وقف ما يصير تقعد هنا بالقاع. هي اعرف بس بصراحه انا ما عندي اي دايموند. هي رانيا حتى الصمول بالبيت عندي خلاص. هي شوف اسمع جيجي، اذا انت ساعدتني ورممت المدرسه وياي راح اعطيك دايموند. شنو؟ رانيا بس انت فقيره، انت ما عندك دايموند. شوف اسمع انت ما تعرف، اكو مدرسه غنيه ساعدتني وانطت الدايموند، قالت لي اذا تريدين انا راح اساعدك حتى تجددين المدرسه، وانا كلش فرحانه بهذا الشيء، حتى بقى عندي دايموند وضميته بالبيت. شنو؟ واو رانيا صار عندها دايموند. هي جيجي بس هذا الدايموند انا اخذته المدرسه، يعني ما راح استخدمه الي. اوكي بس المهم انه تشتري لي اكل. اي طبعا اذا جيت تساعدني وراح نستخدم هذا الخشب. اوكي اخذ هذا الخشب وراح اشرح اسوي. اوكي انا راح اكسر خطى عنكبوت حتى تكون المدرسه حلوه، وراح نغير كل هالمدرسه، مو بس هاي حتى جبت مقاعد وراح تكون المدرسه بيها مقاعد، حتى نخلي بيها سبوره. ثاني عرفت يعني هالمدرسه راح تكون اسطوريه. هي اسمعني احنا ما صرنا نتاخر، لازم نستعجل على السريع ونرتب هاي المدرسه باسرع وقت، يلا خلينا نشتغل. واخيرا انا كملت المدرسه وجبت مقاعد وجبت سبوره وجبت مقعد كوشوايه، حتى اذا جو طلب هوايه كلها راح تكفيهم. يا بنت تعالي على السريع، انا ردت احكي وياك. نعم يا مدير، شو شريت تحكي وياي؟ اسمعيني انت مين حصلتي على هذا الدايموند؟ شلون قدرتي تشترين هذا الخشب وتغيرين هاي المدرسه؟ صحيح انت ما خبرتك. هي اسمعني يا مدير، انت ما تعرف أني هاي المدرسة الغنية هي اللي ساعدتني اللي ساكنة بنهاية الشارع. شنو مدرسة ساكنة بنهاية الشارع؟ إي طبعا هي غنية وهي قررت تساعدني، بس هذا الشيء غريب، هي ما قبلت حتى أشوف شكلها. شنو معقولة تكون هاي المدرسة بس هي انقضى عليها صار لها سنين هواية وهذا البيت مهجور؟ هي يا مدير أنت قاعد تحكي وياي؟ لا يا بنت أنا ما قاعد أحكي وياك، بس معقولة تكون هي؟ هي اسمعي إذا تريدين أنت روحي اجلسي بالصف مالتك. أوكي لا راح أشوف، احتمال يكون عندي بعد شغل. هل شي المدير قاعد يحكي نفسه؟
ما اعرف شنو اللي صاير. هاي رانيا هسه انا جيت. هجيجي هاي انا رحت اشتريت ستيك، لان بصراحه انا صار لي سنين ما ماكل ستيك. هذا واحد لك وواحد لي. اوكي اوكي عفية عليك جيجي، يعني هذا الدامو تكفاك. اي طبعا طبعا، بس انا خلصته كله لان بصراحه انا عاجبني اكل ستيك. يلا اوكي جيجي ماكو مشكله، تقدر تاكل ستيك لان اليوم مش قد اشتغلنا وتعبنا وهالمدرسه عملاقه. بس انا فرحانه، متاكده هسه كل الطلاب راح يجون هنا وراح يكونوا كلهم فرحانه. يس انا تقربت وهذا الوقت المناسب. وانا كلش احب المدرسة واحب الاولاد اللي موجودين بالمدرسة. واو هاي المدرسة تغيرت وصارت كلش حلوة. بس ايش قاعد اشوف؟ من هنا موجود اكيد هو هذا المدير، ما نعرف شو راح احكي وياه. يلا خل ادخل. هاي انا اجيت. نعم تفضلي. شنو؟ لا مستحيل، انت بعدك عايشه. طبعا ايش توقع اكو شخص يقدر يتخلص مني؟ اسمك اي شخص يقدر يتخلص مني. شنو بس انت لجيتي لمدرستي؟ اخرجي من هاي المدرسه. شنو مدرستك؟ شوف اسمع، انت لازم تعرف انه هاي المدرسه هذه مدرستي، لأن دفعت بها دامون كلش هواية حتى تترمم وتكون مدرسة حلوة. لا 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 مستحيل. هي اسمعيني، حتى لو انتي دفعتي الدايموند وانطيتي هاي البنت وخليتيها تغير المدرسة، انا مستحيل اسمح لك تدخلي هاي المدرسة. شنو يعني قصدك راح تمنعني ادخل هاي المدرسة؟ اصلا انت ما تعرف اني باكر من الصبح راح اجي وراح ادوم هاي المدرسة وادرس الطلاب. بس اذا انت اعترضت على هذا الشيء ما تعرف راح يصير فيك. اوكي اوكي انا راح اسمح لك تدخلي المدرسه. صرت اطمئنيت، جاء الوقت ان ارجع لبيتي. هي صراحه هاي الشريره، بس انا بصراحه انا ما توقعت انه هي بعدها عايشه، لان بيتها كان متروك وقديم، حتى الناس قالوا انقضى عليها. بس هاي المدرسة الشريرة، إذا دخلت لهاي المدرسة راح تقضي على الأولاد. بس أنا إيش راح أسوي؟ أوكي أنا عرفت الحل، لازم أروح أخبر الشرطة. يلا خل أروح. يا سيج الصبح، ترى 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 أنا اليوم فرحانة لأن راح أروح للأولاد وراح أدرسهم. بس ما يعرف يجاوبني راح أتخلص منه. يلا خل أستعجل. بس إيش قاعد أشوف؟ شنو؟ الشرطة؟ لا مستحيل. زين شو راح اقدر ادخل هالمدرسة؟ اكيد راح يمنعوني. بس ها مستحيل، ما حد يقدر يمنعني لهون المدرسة الشريرة، مدرسة اسطورية. ما اعرف شو راح اسوي، ما اعرف شو راح اخذ الاولاد حتى بدون ما حد يكشفني. يس احنا بدنا نتقرب، حتى انا كلش فرحانه اليوم اول يوم انا بالمدرسه، وحتى سمعت انك هواي طلاب جوا هنا. هيروني انا بصراحه عجبتني هالمدرسه، لان صار بيها كراسي نقدر نقعد، حتى ما صار مو من الديرت، هسه هي مبنيه من الخشب الحلو. اسمع جيجي، قاعد اشوف هناك شرطه، ايش اللي صاير؟ بقول لك صار حادث. لا لا مستحيل. اوكي لازم نروح نسالهم ونعرف شنو اللي صاير. اوكي اوكي بس انا ما راح اسالهم، راح اسال المدير اكيد هو يعرف كل شيء. يلا خلي ادخل. هيا مرحبا يا مدير. يراني انت شلون تسوين هذا الشيء؟ شنو اللي صار؟ شنو معقول يكون اكو صار شيء خطا بالمدرسه؟ هي اسمعي، انت ليش اخذتي دايموند من هاي المدرسه الشريره؟ شنو المدرسه الشريره؟ هي يا مدير اكيد انت غلطان. شو المدرسه الشريره؟ هي انت ما تعرفي من هاي اللي انت اخذتي منها دايموند؟ هاي مدرسة كانت قبل موجودة، كانت تأخذ الأولاد وتقضي عليهم. هاي يا مدير أنت متأكد من هذا الشيء؟ هاي بصراحة يعني يا مدير أنت سمعت تقول تأخذ الأولاد تقضي عليهم؟ هاي لا لا ما أصور. هاي اسمعني يا مدير، أكيد أكو غلط بالموضوع. يا مدرسة اللي أنا رحت لها هذه كانت غنية، والمدرسة الشريرة اللي أنت تحكي عنها هذه اختفت من زمان. هي نفسها أنا أعرفها من قبل. بس اسمعيني يا بنت، هسا هاي المدرسة البارحة جتي بالليل وقالت أنا راح أجي أدرس الأولاد، بس إذا أنتوا ما جاوبتوها راح تقضي عليكم. شنو؟ لا مستحيل. بس معقولة لهذا السبب يا مدير أنت جبت الشرطة؟ إي طبعا أنا جبتهم حتى يحرسوكم، هاي كلش قوية أنا ما أقدر أتخلص منها. مستحيل. هي جيجي حتى قبل تعطيني الدايموند انطتني شروط وقالت إنه صورتي موجودة ويا الشروط.
تكون هي هاي المدرسة الشريرة، حتى أنا ما أشوف شكلها، حتى هي كانت من دار شكلها وما تريد تشوفني أصلاً. هاي روني أنتي سمعت شقولي أكو شروط؟ شنو هاي الشروط الموجودة؟ هيجي أصلاً مقرأت حتى الشروط، قالت ما حاجة تقريها ذلين أصلاً مكتوب بيها أنه لازم تكوني شاطرة بس. شنو؟ بس احتمال أكو شروط ثانية؟ والله احتمال تكون شروط شريرة. لا 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 جيجي أرجوك تخبرني بهذا الشيء، بس أساً شو راح أسوي؟ أصلاً أنا هاي الشروط موجودة بالبيت، حتى عندي صورتها، من راح أكمل الدوام أكيد راح أرجع البيت وبعد راح أشوف صورتها، بس بلكي راح تطلع مو هي، ولو أنا كلش خايفة. بس حيل هاش قد الطلاب هنا موجودين. جيجي هسه الوقت لازم نفكر بهالمدرسة، لأن أصلاً حتى أكو شرطة. أوكي يلا رانية لازم نقعد هنا حتى يجي المدير ويدرسنا. أوكي راح أقعد هنا بالأمام. جيجي تو راح تقعد. أوكي أنا راح أختار هذا المكان. يا ساني فرحانة، سويت لي مكان سري داخل المدرسة حتى بدون ما أحد يكشفني، بس هذا الشيء كوش راح يفيدني. أوكي لي أصلا إذا أني راح أقدر أخذ الأولاد بدون ما يمسكون الشرطة، لما يعرفون الأولاد شلون قاعدين أخذون، حتى سويت لي بوابة سرية من داخل المدرسة بس أسجل وقت نرجع لمكاني على السريع قبل لي يشوفني أحد. يلا خلي أدخل. هي يلا ميمي استعجلي، كل الطلاب خرجوا وبقيتي بس انتي. هي انتظريني رانية، انا قاعدة اكتب هذا الدرس على الصبورة، بقى شوية. هي انتظري. والله صرني ضجت، هسه كل الطلاب خرجوا حتى ما بقي احد بالمدرسة، بس بقت ميمي ولازم انا انتظرها، بس اخرت هواية. اوكي هسه لازم احجوها اقول هي اكيد تكملتي. هي يلا ميمي. شنو؟ هي ميمي وينك؟ لا مستحيل، هسه كانت هنا وين فجأة اختفت؟ معقولة مختبئة وقاعد تضحك علي؟ اوكي انا راح ابحث عنك، اكيد مختبئة مكان شنو؟ حتى ورا الصبورة ماكو. والله هذا الشيء غريب. اوكي هنا تحت هذا الكرسي ماكو، هذا الصف شفته كله هنا ماكو اي احد. شنو قابل طارت؟ معقولة تكون خرجت بدون ما اشوفها؟ اوكي احسن شي نسأل المدير، اكيد هو يعني شاف الطلاب كلهم اللي خرجوا. هي اسمعني يا مدير، انا اسالك انت شفت ميمي؟ هي ميمي اعتقد انه هي كانت بالصف قاعد تكتب دروسها. شنو؟ صحيح، بس هي ما خرجت. هي يا شرطة شفت بنت خرجت؟ ما شفنا اي احد هسه خرج الان. شنو؟ لا مستحيل، والله هذا الشيء كلش غريب. زين ايش راح اسوي؟ ما اعرف، معقول تكون خرجت بدون ما أحد ينتبه عليها؟ أوكي هسه أجل وقت نرجع لبيتي، بس قبل كل شيء لازم أرجع وأتأكد من شروط هالمدرسة. معقول تكون هي المدرسة الشريرة المرعبة؟ حتى لازم أشوف صورتها، لأن هي قالت إن صورتي موجودة بالكتاب. يلا خل أستعجل. يس أنا قربت للبيت، يلا خل أدخل. بس بابا وينه؟ أكيد يكون بابا خارج البيت أو احتمال طلع يشتغل. أوكي أجل الوقت إن أفتح هذا الكتاب وأرد أشوف شو هاي الشروط. أوكي راح أقرأ هاي الشروط. شنو؟ انه اني شنو هاي الصوره سقطت من الكتاب. شو خل اشوف. لا مستحيل، هي هذه المدرسه الشريره. بس هسه انا عرفت انه ليش هي ما انتبهت علي حتى ما خلتني اشوف شكلها. بس اوكي خل اقرا الشروط بسرعه، والله هذا الشيء كلش مرعب. اوكي كاتبه بالشروط انه اني راح اسال الطلاب واي طالب ما يجاوبني انا راح اتخلص منه. لا مستحيل، مثل ما خبرني هذا المدير انه هو خبرني هاي المدرسه الشريره، بس اني ما صدقته. بس هسه ايش راح اسوي ولو اني كلش خايفه. هاي رانيا والله شكلها مرعب، معقولة تكون هي نفس المدرسة الشريرة اللي كل الناس يحجون عليها يقولون أخطر مدرسة بالعالم؟ طبعا كل الناس يحجون بيها، بس هيجي انت ما سمعت أخبار عن ميمي؟ أنا كلش قلقة عليها. هاي رانيا أنا رحت سألت عائلتها حتى كلش مقهورين، يقولون لي حد الآن ما رجعت للبيت، هي من راحت المدرسة بعد ما رجعت. شنو؟ بس صدقني جيجي انا شفت ميمي كانت تكتب بالدرس، بس من رجعت للصف لقيتها مختفيه. شنو مختفيه؟ اختفت داخل الصف؟ رانيه معقوله تكون بعدها موجوده بالمدرسه؟ هي شو موجوده اصلا؟ انا بحثت بكل مكان حتى توقعت انه قاعد تسوي لعبه الاختباء وقاعد تختبئ مني، بس صدقني انا بحثت عنها ومعثرت عليها. اوكي هاي رانيه اذا انت تقولي اني ما شفتها خرجت من الصف، اذا معناها
اكو شيء سري موجود بهذه المدرسة واحنا ما نعرف به. شنو فشي سري؟ هجيجي انت متأكد ماذا قاعد تحكي؟ اي طبعا، اذا هي اختفت داخل الصف وما خرجت ابد معناها هي موجودة بمكان هناك بس احنا ما نعرف به، ولهذا انت ما شفتي هذا المكان. هجيجي شو رأيك لو هسه المدرسة ونستكشف بنفسنا؟ لأن بديت أخاف حتى مع مش قاعد يصير. أوكي رانيا، إحنا لازم نروح نبحث عنها، احتمال تكون بعدها عايشة وإحنا لازم نلحق ننقذها. أوكي أوكي جيجي، لا لازم نستعجل على السريع وروح المدرسة، يلا استعجل. يس إحنا تقربنا للمدرسة حتى ما قاعد يشوف بي أحد، المدير ما موجود، حتى الحراس ما موجودين. هي رونية انتظري انتظري، بالبداية قبل ما ندخل احتمال تكون هاي المدرسة الشريرة موجودة هنا واحتمال تقضي علينا. شنو؟ هجيجي صحيح، احتمال هي موجودة واحتمال قاعد تسوي لنا كمين. أوكي بس لازم أبقى بحذر. هجيجي أوكي حد هنا، تعال تعال. أوكي إحنا لازم نبحث، لازم نعثر على ميمي، احتمال راح نقدر ننقذها. خلي أشوف. هجيجي طلعي صوت. هجيجي والله هذا المكان فارغ ما بي احد. اوكي اذا ماكو اي احد بس اوكي اذا جربت اصيح احتمال راح تسمعني ميمي. اوكي هاي ميمي انت موجود هنا. هاي ميمي انت هنا. هي اسمع جيجي، اذا تريد ابحث بهاي الجهه وابحث بكل مكان، حتى ابحث تحت الصناديق، بس ما اعرف معقول تكون هي مختبئه، والله هذا الشيء كلش غريب. اوكي هجيجي انا راح افتح حول المدرسه. اوكي اوكي لحد يلا ايش راح اسوي؟ راح اشوف هنا ولا هذا اصلا مكان فارغ وماكو اي شيء هناني، لعد راح افتر حول المدرسه بس اصلا ماكو اي شيء ثاني. هاي ميمي ميمي انت هنا. والله هذا الشيء غريب. اوكي راح اجي هنا ميمي ماكو احد، زين ايش راح اسوي؟ اوكي لازم اروح جيجي واحكي وياه اقول له جيجي انا بحث حول المدرسه وماكو احد بس بقى هذا المكان. هاي ميمي وهذا ماكو احد. اوكي هاي هاي جيجي اسمعني، انا بحثت بكل مكان وما موجوده ميمي. شنو؟ هاي جيجي لا تختبئ ارجوك، عرفت هنا موجود واحتمالك قاعد تسوي هالشغلات حتى تخوفني. شنو؟ والله هذا الشيء غريب. جيجي ولا اختفي. هاي جيجي جيجي دير بوك تسوي الشغلات. هاي جيجي اذا انت موجود يلا اظهر نفسك. والله هذا الشيء غريب، انا ماكو جيجي وانا ماكو جيجي، لعد وين راح؟ شنو قابل طار؟ صعد بالسقف؟ ماكو اي شيء؟ معقولة يكون اختبئ جيجي هنا؟ اوكي هنا ماكو جيجي، ماكو جيجي، هاي جيجي وينك؟ والله ما اعرف شنو قاعد يصير؟ نفس اللي صار ويا ميمي، زين معقولة اكو شيء قاعد يسحبهم وقاعد يخليهم يختفون؟ ها؟ ما اعرف، اوكي اوكي، احتمال يكون جيجي حول المدرسة واحتمال قاعد يختبئ، ما اعرف والله هذا الشيء كلش مرعب وغريب. بس ها شو هذا الشيء غريب هنا؟ هنا قاعد اشوف مثل بناء يختلف عن البارح احنا من سويناه، احنا من بنينا المدرسه كان ماكو هذا البناء، تتوقع انه هاي بلوكات ما كانت موجوده من قبل؟ بس معقوله يكون هذا بناء جديد؟ والله هذا الشيء كلش غريب. شنو هذا المكان؟ شنو؟ هنا باب سريه؟ مستحيل من موجود بهذا المكان، ما معقولة يكون هذا مكان المدرسة الشريرة؟ والله هذا الشيء كلش مرعب. هاي درج، شنو هذا الدرج؟ وأصلا شنو هنا؟ شنو هذا؟ شو؟ بوابة سرية عن طريق الصف. شو خلي أشوف؟ أصلا حتى هاي الباب كأنه ما موجودة. والله هذا الشيء كلش غريب، أنا متأكدة إنه هالمدرسة الشريرة هي اللي سوت هاي الشغلات، بس هذا شنو؟ ناكو درج، من يأتي هذا الدرج؟ والله هذا الشيء مرعب، أكيد هذا مكان تحت الأرض، معقولة يكون جيجي وميمي قضت عليهم هالمدرسة الشريرة وجابتهم بهذا المكان؟ بس أنا شو راح أسوي؟ أوكي، أول لازم أجيب شغلات تساعدني حتى إذا واجهتني هالمدرسة الشريرة راح أقدر أتخلص منها، يلا خل أركض. يس أنا سمعت صوت هاي البنت. الصوت كنت انتظرها انه تقترب حتى تخلص منها. سجل وقت انه اروح، يلا خل اروح. يس رجعت لهذا المكان وجبت وياي هالعصا، بس ولا ماني خايفة، ما اعرف ايش راح يصير، معقول هاي الشريرة قضت عليهم؟ اوكي اوكي بس انا لازم اكون قوية حتى اذا واجهت هالمدرسة لازم اتخلص منها بسرعة، بس يلا ساني خل انزل. اوكي ما اعرف اذا هي قاعد تنتظرني او احتمال تكون هي موجوده هنا. درج، درج ثاني، اوكي بس لازم اكون حذره وانتبه.
اوكي شنو جماجم والله ساني قاعد اشوفه بس ساني شو راح اسوي هي مو نقدر يتجرأ ويجهنا هي يسمعني وين جيجي وين ميمي معقول تكون انت مخبتيهم يسمعيني انت هم زين جيتي لهذا المكان حتى اقضي عليك مثل ما راح اقضي عليهم هي هي ابتعدي اصاني والله الحصن اللي عندي قويه حتى بضربه وحده قضيت عليها بس ها جيجي ميمي معقول تكون قضت عليهم شنو مو مقمع اليوم انا هي هي جيجي اسمعني ميمي اوكي انا عندي هذا البيكاكس لازم اكسر هذا الايرون يلا خلي اكسر هي ميمي يلا اشربي هذا المي اشربي يعفي عليك رانيا انا كلش اشكرك اللي انت ما تعرفين هالشي ضربتني على راسي وبعدها فقدت الوعي هي رانيا حتى اني كنت ابحث عن ميمي داخل الصف فجأة اني ما اعرف شنو صار بيه صحيت لقيت نفسي داخل سجن ما اعرف شنو اللي صار بس هي تطمئنوا اني قضت عليها ما تعرفون ان ضربتها ضربه بالعصا بس بعد انقضى عليها وهسه احنا خلصنا منها شنو رانيا انت قضيتي على هالشريره يا رانيا انت متاكده من هذا الشيء معقول تكوني تخلصتي منها اي طبعا تطمئنوا من هاللحظه اصلا هاي مدرسه الشريره انا قضيت عليها بعد مستحيل ترجع لنا مره ثانيه ولين يا حبايبي وصلنا نهايه الفيديو اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه نلتقي بفيديو جديد مع السلامه.